السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنوضح تاني شكل في الـ SVG السيركل، بنعمل إزاي سيركل بالـ SVG. طيب إحنا محددين الـ SVG هنشتغل في العرض 400 والطول 400. طيب أول نعمل بقى تاج السيركل إزاي؟ قال لي تاج السيركل من اسمها بتقول سيركل سيركل، تمام، وتقفل التاج بتاعتك. إيه بقى الأتريبيوت اللي فيه عشان نعمل السيركل؟ الويتس والهاي دي حاجه اكيد. اول حاجه الويتس والهاي، تقول له مثلا ويتس 100 والهاي 100 او 200 و200 اللي انت عايزه، احنا نقولها 100 و100. والاتريبيوت الزياده قال لي في اتريبيوت اسمه ار، وفي اتريبيوت اسمه سي اكس، وفي اتريبيوت اسمه السي واي. واحده واحده احنا هنديهم قيم دلوقتي عشان نظهر الدايره، واقول لكم واحده واحده مفهوم كل واحد ان شاء الله. هنيجي هنا نشوف. طيب تمام، ادي الدايره ظهرت. ايه بقى الار والسي اكس والسي واي؟ قال لي الار هو الراديوس، يعني نص القطر الدايره بتاعتي، نص القطر 50. طيب ايه السي اكس؟ قال لي السي اكس اختصار لكلمه سنتر اكس اكسس، يعني انا بقول له الدايره دي هتتحرك مسافه 100 في اتجاه اكس. طيب ايه برضو؟ قال لي يعني من نص الدايره، بمعنى نص الدايرة مكان الماوس اهو. أنا بقول للدايرة دي اتحركي 100، اللي هي سي اكس، اتحركي 100 من النص بتاعك. يعني هتحرك في اتجاه اكس، يعني الحتة من السنتر من مكان الماوس دلوقتي لحد هنا، المسافة دي كلها 100. مش من هنا، لأ، من النص، أنا قايله سنتر اكس، يعني سنتر اكس اكسس هيمشي 100. أكني بقول مارجن ليفت بس هيتعامل من نص الدايرة. يبقى السي واي تبقى ايه؟ قال لي نفس الكلام، سنتر بس واي اكسس اللي هو بالطول، يعني المساحه دي كده من مكان الماوس من السنتر بتاع الدايره لحد فوق كده، الحته دي كلها 100، يعني السنتر واي اكسس يتحرك من الواي من السنتر بتاع الدايره 100. طيب لو قلت 150 هتلاقيها اتحركت، اكني بقول مارجن ليفت 150، بس مارجن ليفت بدايه منين؟ من السنتر، من اول هنا كده من السنتر لحد السنتر، مش لحد هنا، لا لحد السنتر. نفس الكلام الواي. طيب لو اكبر شويه الراديوس مثلا اخليه 70، انت عايز تخلي 70 فتلاقي الدايره كبرت معاك، كل ما تكبر الراديوس الدايره بتكبر معاك. طيب تمام، انا عايز بقى فهمنا السي اكس والسي واي، عايز بقى اقول الكالر بتاع الباك جراوند بتاع الدايره دي مثلا يبقى الفيل، عايز اقول له اللون بتاعك اللون الاخضر، واجي اشوف ادي الدايره بتاعتي اتلونت باللون الاخضر. تمام جدا. طيب انا عايز اعمل لها بوردر، يبقى بالايه؟ بالستروك. يبقى اقول لها عايز الاستروك بتاع الدايره دي، الاستروك مثلا اللون اللي هو اللون الاحمر، والاستروك ويتس اللي هو اكني بقول البوردر ويتس بتاع الدايره دي 4، ونشوف انا عملت ايه. تمام جدا، ادي نوع الاستروك، لون الاستروك يعني اكني بقول لون البوردر اللي هو الاحمر، والويتس اكني بقول بوردر ويتس اللي هو 4 بكسل. طيب لو انا قلت اوباسيتي، اوباسيتي مثلا نص بتساوي نص، ده معناه ايه؟ اجي اشوف كده الاقي الاوباسيتي اتنفذت على ايه؟ اتنفذت على الفيل واتنفذت على الاستروك، طالما انا ما حددتش. في الفيديو اللي فات قلنا فيه استروك اوباسيتي وفيل اوباسيتي، انا قلت اوباسيتي بس، يبقى كده هيتنفذ على كله. طب لو قلت استروك، انا عايز البوردر ده يكون بنسبه استروك الاوباسيتي بتاعته نص، فهيتنفذ على ايه؟ هيتنفذ بس على الاستروك، يعني البوردر هيتنفذ على البوردر. طب لو قلت له فيل هيتنفذ على بقى، اكني بقول الباك جراوند كلر، الباك جراوند اتنفذ عليه، قول للفيل اوباسيتي ده اخلي الباك جراوند بنسبه شفافه بنسبه نص. طيب تمام، لو قلت اوباسيتي بس هيتنفذ على الاثنين، الفيل والايه؟ والاستروك. تمام جدا، اقدر اقولها السيركل دي هافر واغير اللون بتاعها زي في الفيديو اللي فات، زي ما عملنا بالظبط بالسي اس اس. طيب تمام، لو جيت بقى عملت ريكتانجل تاني هنا فوق، قلت ريكتانجل واقول له مثلا الاكس بتاعك يتحرك 10، والواي اللي هو كاني بقول له مارجن توب 10، والويتس بتاعك مثلا 100، والهاي بتاعك 100 برضه، واشوف انا عملت ايه. ادي الايه؟ الريكتانجل بتاعي، طالما انا مش مديله فيل يعني مش قايل له باك جراوند، الديفولت بتاعه اللون الاسود. تمام، هنا اكنه عامل زي نظام الطبقات، لو شلت الاوباسيتي ايه اللي هيظهر اول؟ طالما انا عامل يعني انا قايل ريكت الاول بعد كده السيركل، يعني السيركل هتظهر فوق الايه؟ هتظهر فوق الريكتانجل. طب لو عملت ريكتانجل تاني تحت السيركل،
السيركل ايه اللي هيظهر؟ هيظهر ريكتانجل، بعد كده سيركل، بعد كده ريكتانجل، عشان هو في نفس مكانه، ان هيخليه يتحرك من اكس 100 ومن واي مثلا 100. ونشوف تمام بالظبط، يعني هو اكن ماشي نظام طبقات. ادي اول واحد هو ريكتانجل، بعد كده السيركل، بعد كده الريكتانجل. دي الفكره، ان انا عادي بتقدر تعمل كذا واحد هتلاقيهم كلهم فوق بعض، طالما انت اول حاجه ريكتانجل، بعد كده السيركل، بعد كده الريكتانجل. تمام، يبقى تاني على السيركل بسرعه، الويتس والهاي تمام، الار اللي هو الراديوس اللي هو نص القطر، السي اكس معناها هيتحرك، هيتحرك ثبت انت الاكس اكنها مارجن ليفت، هيتحرك بالنسبه السنتر، يعني الدايره دي متحركه من السنتر مارجن ليفت 150، انا مديها كام؟ 150، ومتحركه من برضو من مارجن توب اللي هي الواي، متحركه من السنتر من هنا من فوق، يعني من فوق هنا لحد السنتر 150 برضو ولا 100، انا بديها 100. تمام جدا، دي السي اكس ودي السي واي. الفيل يعني الباك جراوند، الاستروك اللي هي البوردر، الاستروك ويتس، البوردر ويتس، الاوباسيتي، طالما قلت اوباسيتي بس يبقى تطبق على الاستروك وتطبق على الفيل. ده السيركل، واتمنى تكون واضحه وعجبتكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.